أهلا وسهلا ومرحبا بأطفال الأعزاء، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. سنواصل اليوم في مجالنا اللغوي. درسنا الثاني في التواصل الشفوي بعنوان أهلا بالربيع. أحسنتم يا أبطالي، لقد كانت محاولاتكم رائعة في وصف مشهد الربيع. فلنراجع معا ماذا شاهدنا في فصل الربيع. في فصل الربيع الشمس مشرقة، الأزهار مفتحة، الفراشات ترفرف فوق الأزهار الملونة. محاولاتكم في التلوين كانت رائعة، أحسنتم. في هذه الحصة سنميز فصل الربيع عن بقية الفصول وسنتعرف على مظاهره. في فصل الخريف الطقس متقلب. كيف هو الطقس في فصل الخريف؟ متقلب، أحسنتم. وكيف هو الطقس في فصل الشتاء؟ بارد، أحسنتم. في فصل الشتاء الطقس بارد. كيف هو الطقس في فصل الربيع؟ الطقس في فصل الربيع معتدل، أحسنتم. الطقس معتدل. سألقي عليكم سؤالاً، كيف هو الطقس في فصل الربيع؟ معتدل، حار أم بارد؟ نعم، أحسنتم. الطقس في فصل الربيع معتدل. ممتاز، أحسنتم. ذات يوم خرج رامي في فصل الربيع للتنزه في الحديقة، فماذا شاهد يا ترى؟ هل شاهد نحلة أم فراشة
امدع سوقة. هيا فكر معي. نحلة. نعم أحسنت، شاهد نحلة. تفعل النحلة في فصل الربيع في الحديقة؟ تحط النحلة فوق الأزهار الملونة. أحسنت. فتساءل رامي وهو جالس في الحديقة، ماذا تساءل؟ ماذا أفعل في فصل الربيع؟ أجمع الأزهار الملونة، أصطاد الفراشات. قال رامي، ما أجمل فصل الربيع، ففيه أجمع الأزهار الملونة، أصطاد الفراشات، وألعب وأمرح مع أصدقائي. والآن فلنساعد رامي في اختيار المشهد المناسب الذي يدل على فصل الربيع. أحسنتم، المشهد رقم 3 هو المشهد الذي يعبر عن فصل الربيع. أحسنتم يا أطفال، إلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله. مع السلامة.